Bonjour, donc Mariam Lhlou, kinésithérapeute de profession. Donc comme vous voyez, le baby spa, c'est un nouveau concept au Maroc. C'est pour les bébés à partir de 0 mois. Petit d'un من الخلق une fois ملي كيطيح ليهم الحبل السري ديالهم يمكن نجيبهم لو سبا كيكونوا بوحدهم هنايا. Donc هنايا comme vous voyez le bébé qui est محطوط في هذه لابوي كتكون دايره ليه على العنيق ديالو ما كيكون مخنوق ما حتى شي حاجه غير لا باز ديال لو مونطون هنايا ولا باز دو كران اللي كيكونوا محطوطين هنايا والبيبي كيعوم بوحدو بلا ما كيقبطو حتى شي واحد عنده عده مزايا دونك هاد لي فيسو دو اللي كتشوفو هنايا كيكونوا تيخدموا على بحال لي في ديال لو بيبي اون ميم طون كتكون اون سورت دو بسيكوموتريسيتي كتخدم لي موسكل ديالو العضيمات ديالو كلشي الماء ديال لو باسان كيتبدل فوق ما كيتبدل لو بيبي ابري شاك باساج و اون ميم طون تيكون ا 37 دوغري بحال الماء اللي كيكون في الحمام لافيرونمون ديال لو سبا كيكون 27 دوغري وبالنسبه للاطفال اللي كيكونوا مراض كيكونوا عندهم دي بروبليم كاردياك ولا نيورولوجيك كنديروا اون ري ادوكاسيون اكواتيك في البالنيوثيرابي في الماء باش لو بيبي اون ميم طون هو كيخدم و اون ميم طون كيدير لا ري ادوكاسيون ديالو كيتبع لي زوبجي هنايا باش ما يعيش دغيا من بعد لو سبا كنديروا ان ماساج دو 15 مينوت